اولا وقبل كل شيء كنصور هذا المقطع وقلبي كيتقطع على شنو واقع حاليا في المغرب، وانا بعيده ما عارفه شنو غادي ندير. العين بصيره وليت قصيره، وان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، ولن نقول الا ما سيرضي الله، فان لله وانا اليه راجعون. الله يرحم كاع دوك الارواح اللي اختارها مولانا باش انها تنتقل عنده شهيده. الله يفك على خير من هم تحت الانقاض، وعظم الله اجور هؤلاء العائلات على فلذات الاكباد ديالهم. هذا الفيديو القصير بغيت نديره غير باش نواسي كل من هو خايف، كل من هو ايمانه حاليا ضعيف، غير باش نذكروا بعضياتنا بعض النقط في هذه الحياه، ونريح لكم الارواح ديالكم بكلام ديال مولانا. فعلا انه الوطن حزين وابناء الوطن في حداد على هادشي اللي وقع، لكن هذا قضاء وقدر والحمد لله عليه. ما عرفش كيفاش نوصف لكم كيفاش تنحس، شي حاجه عندي خانقاني لداخل، لانه كيف كتعرفون انا في الغربه وما نقدر ندير حتى شي حاجه غير انني نبقى جالسه وشعل التليفون كل ساعه نسول ونقلب ياك ما كاينه شي حاجه. شوفوا مهما طال عمر الانسان كلنا عارفين بلي انه في النهايه غادي يموت، ولكن على ذكر هذه الجمله غادي نذكركم بواحد القصه، ما عرفش كومش واش عارفينها ولا لا، ولكن باش تكون عبره لكل واحد كيخاف من الموت. ذكر انه واحد الوزير جليل القدر كان عند داوود عليه السلام، فلما مات داوود صار وزير عند سيدنا سليمان عليه السلام بن داوود. فكان سيدنا سليمان واحد النهار جالس في المجلس ديالو في الضحى، وكان معاه هذا الوزير، غادي يدخل عليهم واحد الرجل يسلم عليهم وبقى كيجمع مع سيدنا سليمان. فهاد اللحظه بدا كيحد النظر في هذاك الوزير، ففزع الوزير منه. فلما خرج الرجل قام الوزير وبدا كيسول سيدنا سليمان، يا نبي الله شكون هو هذا الرجل اللي خرج من عندك؟ قد والله افزعني المنظر ديالو. فقال سليمان هذا ملك الموت كيتصور بصوره رجل وكيدخل عليا. ففزع الوزير وبدا يبكي هو يقول يا نبي الله أسألك بالله أنك تأمر الريح أنها تحملني لا أبعد مكان إلى الهند. فعلا سيدنا سليمان غادي أمر الريح فحملته. لغدلي غادي يدخل ملك الموت على سيدنا سليمان كيسلم عليه كما كان يفعل. فقال ليه سليمان فزعتي الصاحب ديالي بالأمس، علاش كنتي كتحد النظر إليه؟ قال ملك الموت يا نبي الله إني دخلت عليك في الضحى وقد أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند، فعجبت أنه عندك. قال سيدنا سليمان فماذا فعلت؟ قال ملك الموت ذهبت إلى المكان اللي أمرني به مولانا بقبض روحي فيه، فوجدته ينتظرني وأنا نقبض الروح دياله، لقوله تعالى أيها الناس كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره. هذه كانت من جهة قصة بسيطة باش تذكركم بلي أنه الموت تبعنا فين ما مشينا، ما عندنا لاش نخافوا، يعني الأجل ديال كل واحد منا راه مكتوب ومحطوط. حاولوا أننا نثبتوا راسنا ولن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. هادشي اللي وقع اليوم هو أكبر دليل أنه ما يخليناش نغرقوا في المادة يعني في الدنيا، ويخلينا تفكروا بلي أنه هاد العالم هو زائل، عالم اللي احنا عايشين فيه ما هو إلا نقطة في بحر. ما قال فريد الأنصار رحمه الله البحر عالم الغيب والنقطة عالم الشهادة. هادشي اللي وقع اليوم خاصنا ناخدو منه عبرة، لقوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. مقطع رهيب لكي يبين أن ظواهر الكون كلها عندها لغة، بمعنى علامات بها تخطب مولانا العباد ديالهم المسلمين وحتى غيرهم. وينشئ السحاب الثقال لما تكونوش بالصدفة ولكن بسنن الله بصنعه وخلقه سبحانه. والكون ما عندوش حركة ميكانيكية يعني شي تحرك شي، لا، ولكن مولانا تعالى هو اللي تحرك كل حاجة بإذنه. إذا طحت الشتاء فراهي رحمة، وإذا كان الشتاء ديال العذاب نعوذ به منها، هي من غضبه تعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا بمعنى ترغيبا وترهيبا. الفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية كلها جند من جنود الله تعالى اللي كتسبح مولانا وكتستجب الأمر ديال مولانا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ربط سبحانه بين روابط طبيعية الرعد البرق الزلازل وغيرهم والظواهر الروحانية بمعنى الملائكة، بمعنى أنه عالم الطبيعة غير منفك على عالم الشهادة
ومرتبط بعالم الروح، والملائكة خدامة في الكون كتعبد مولادة اللي فوق منها هو المدبر والمسير، ولذلك هو اللي تيصفط هاد الصواعق. يعني ماشي الرعد ولا الكوارث اللي كتجي غير صدفة بطريقة اللي هي ميكانيكية في كيف قلنا من قبل، ويرسل الصواعق على من يشاء هو بالمشيئة ديالو تعالى بما قدر من المقادير. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ومع ذلك بنادم كأنه ما تيشوفش ولا كيفهم. ولذلك ما يحدث اليوم في الأرض من كوارث طبيعية خص المؤمن البصير أنه يقراها في كتاب الله تعالى أنه خطاب من رب العالمين. ورقة إذا طحت من شجرة في الجردة ديالك كتطح بالإرادة ديال مولانا وبالعلم دياله، وكتستجب تهي بدورها للحكمة الربانية اللي سميتها الأجل. أما الزلزال اللي كيضرب ألاف الناس ما هو بصدفة عشوائية حاشا، حيتاش الكون هو مدقق ومرتب بإذن الله تعالى، لا يغيب عن تدبيره ولا طرفة عين. حبيب عليه الصلاة والسلام كان كل ما شاف ريح جاية في العهد ديالو كيتغير ليه وجهه، لأنه كيتذكر الريح اللي سلطها مولانا تعالى على الأمم اللي سبقات، وتيخاف ليكون ذلك الحق بالقوم ديالو عليه الصلاة والسلام. مش كنشوفوا بحال شي تيوقع في الأرض، ربي تيصيفط لنا نذير من وراء نذير على أنه هذا الكون كيتهيئ لواحد الحاجة. فهاد الوقت بالضبط المؤمن خاصو يحصن نفسه بكتاب الله ويرجع ليه ويرجع للسنة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالذكر والتلاوة بدون انقطاع، باش يفوز بالنجاة في الدنيا وحتى في الآخرة. أجي نقربكم للحقيقة، شحال واحد فينا نهضر بلي أنا معاكم واخا ما كنتش معاكم، ولكن الأهل ديالي كانوا معاكم. هاد الزلزال اللي وقع البارح خلى المال ديالو، دارو، كنزو، الذهب ديالو وأخلى ما تيملك وكاع داكشي اللي كان تيلهث من مورا في هاد الدنيا بالعقل. ولكن في لحظة جا جند من جنود الله تعالى غادي ينسي حتى في حوايجه إلا واحد القلة القليلة اللي ربي رزقها التابات. كلشي ذعر، كلشي خاف، كلشي كيغوت، كلشي تيبكي، ما كتبقاش تعرف حتى القبلة فينا هي. مولانا تعالى كيصيفط الزلازل والبراكين والظواهر الأخرى باش يفيق ضمائر الغافلين بلي أنا والدنيا راه ما دايماش. خوك اللي سرق ليه الورث، باك اللي سخط عليه، بنت اللي تكرفستي عليها، نسيبة ولا اللوسة ولا أيا كان اللي سحرتي ليها، صاحبة اللي غدرتيها، الموبقات اللي كتحط عليهم الملايين، الصلاة اللي أجلتيها، شهادة الزور اللي شهدتي بها، الذنب اللي ارتكبتيه، القلب اللي ظلمتي، والسماحة اللي مازال ما طلبتي، كلشي كيقدر يتسالى في رمشة عين. الى اين المفر؟ لله عز وجل. كيفاش غادي تلقى مولانا وانت جامع وحده من هذا الشيء؟ فماشي الزلزال اللي تيخلع حيتاش ربي ما تيحط شي حاجه الا وسط منها الرحمه ديالو. وهذا الزلزال ما هو بعذاب، حاشا واش يكون عذاب، حاشا واش يكونوا دوك الناس في الباديه ولا دوك الاطفال اللي هما بارئين او دوك الشيوخ الى ما غير ذلك يكونوا ضحيه هذا التفكير، حاشا ولله، حيتاش مولانا ارحم بهم منكم مني ومن الام من ولدها. الزلزال تيجي غير باش يفكرنا وباش يفيقنا من الغفله اللي حنا داخلين فيها، ماشي الزلزال اللي تيخلع بقدر ما تيخلعنا كيفاش غادي نتلاقاو بمولانا. رجعوا دواصينا مع مولانا وراه قلوبنا مع بلادنا ومع خوتنا. الله يحفظ الجميع، الله يجعل مولانا تكون هذه اخر الاحزان واخر الهموم، الله يجعلها تدوز خفيفه ظريفه، الله يفرج على القلوب ديالنا وتعافينا وتغفر لنا. وما تنسوش انكم تذكروا مولانا، وابتداء من اليوم اي واحد تعتق من هذه الكارثه كانه عنده حياه جديده ربي عطاها ليه، باش انه يبدا صفحه بالله ومع الله وفي الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، نسال الله الثبات في الدنيا وحتى في الاخره. سلام سلام.